السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن أكثر من موقف في استراق النظر في جمع من الناس. الأول موقف حدث، كنا في مدينة سراييفو في عام 1995 أثناء الحرب ما بين الصرب الأرثوذكس والمسلمين البوسنويين، وكنا نعمل نشاط للالتقاء بالأرامل والأيتام، فجاء في الغرفة العديد من الأرامل بأطفالهم من اللي هم الأيتام. كانت غالبية الأرامل كما هو المعتاد صغيرات في السن وفي منتصف العشرينات أو في أوائل الثلاثينيات. وجاءت إحداهن وكانت لها من الأطفال ثلاثة أطفال، ولدين وطفلة، وجلست أمامنا مع أخواتها من الأرامل، فوقع نظري عليها وعلى من معها من الأطفال، وبدأت أفكر في هذه العائلة الصغيرة التي امتحناها الله سبحانه وتعالى بالترمل للمرأة وباليتم للأطفال. وبدأت أفكر بعد أن وقع نظري على المرأة في فكرة التعدد وتحمل مسؤولية الأطفال، خاصة أن التأشيرات لدخول بريطانيا في ذلك الوقت للبوسنويين كانت متاحة. فاتصلت بالأستاذ محمد كترجي على استحياء الاستشارة عن العائلة، فوعدني وقلت له ما أريد، فوعدني خيرا. وأخذ هذا الموضوع قرابة 3 أشهر، وكان الأستاذ محمد بذكائه ودهائه أراد ألا يتم هذا الأمر والله أعلم. وبعد عدة مكالمات تلفونية أخبرني بأن هذه الأرملة قد تقدم رغبتها أحد أقاربه وبدأوا في مراسم الزواج، فاستسلمت للأمر الواقع، ولكن اعتراني هذا الهاجس الذي ذكرته من قبل في رغبة الأستاذ محمد بعدم إتمام هذه الزيجة لحكمة رآها هو ولم أرها أنا. ما هو الدرس المستفاد من هذا؟ حتى وأنت في جمع من الناس وليس بينك وبين المرأة أو النساء خلوة، قد يقع في قلبك من النظرات المختلسة التي قد ترى منها أو فيها ضعف المرأة أو الفتاة سهما يحرك بها الشيطان مشاعرك، وإن كانت كما تدعي أيها الناظر في الحلال. أوكي؟ فاحذر هذه النظرات، لأنها سهاما من أسهم الشيطان. فغض البصر الذي هو أحد أساسيات التعامل مع النساء يصبح فريضة واجبة وملزمة لكل من يعمل في المجال المجتمعي والإنساني ويختلط فيه مع النساء والأطفال. وتحدث هنا بأن نحيد الرجال عن التعامل مع الأرامل والأطفال في هذا المجال وتستبدلهم بالنساء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وهذه الحلقة الأولى، النقطة الأولى في النظر إلى النساء. السلام عليكم ورحمة الله.